تحياتي. قبل كل شيء قبل ما ندخل معك في التفاصيل، هل هذا ايجابي او مش ايجابي؟ القرض هذا او اللي صار البارح بمقر وزاره الماليه مش جديد، تعمل قبل ومن ايامات سيدي شلغوم وزير الماليه الاسبق، يظهر اول واحد افتتح الموضوع هذا وبدا بها سي شلغوم. بالضبط، يعني هذه العمليه السابعه بالضبط. يعني تمت 7 عمليات مشابهه لهذه. نعم. اول عمليه تمت تقريبا 5 سنين التالي. ولابد من توضيح نوعية العملية، لأن الدولة التونسية كانت تقترض بالعملة من الخارج وتقترض بالدينار التونسي من الداخل، ولكن الدولة التونسية يعني اقترضت بشكل مشط بالدينار التونسي من الداخل، وأصبحت منذ 5 سنوات تقترض أيضا بالعملة الأجنبية من الداخل، يعني من البنوك التونسية. نعم. وهنا يجب نفهم منين جاي الموارد هذه. العملة هذه جاية من حسابات حرفاء البنوك، حسابات تحت الطلب، تحت نعم. طلب مهمة جدا، وجل هذه الحسابات طبعا هي حسابات يعني حرفاء غير مقيمين أجانب لدى البنوك التونسية، وبالتالي يعني ودائع تحت الطلب يتم تحويلها إلى قرض للدولة على المدى المتوسط. وهنا يجب نوضح حاجة، أنه يعني بيان وزارة المالية لقللنا قديش المبلغ متاع القرض بالعملة، لقلنا شنو العمله اللي تم الاقتراض. اي معناها ال 400 مليون دينار قديش بالعمله صعب؟ ما نعرفوش. وما نعرفوش شنو العمله، يعني باليورو بالدولار بالاثنين بعمله اخرى، ما نعرفوا شيء. شنو سعر الفائده؟ شنو المده؟ شنو استعمال القرض هذا؟ لماذا سيتم استعماله؟ كيف سيتم تسديده؟ من هي البنوك التي شاركت في هذا القرض؟ حتى فكره على كل هذه المعلومات المهمه جدا. ولكن الواضح انه هذا القرض هو سيتم استعماله أو تم استعماله لتسديد مستحقات القروض الأخرى بالعملة من عند البنوك التونسية. وهنا لابد من المؤسسة البنكية مش كافي يفرق أن نعرفوه مشكون سي عز الدين ولا الأعداد. مهم جدا إذا نعرفوا شكون، مهم جدا إذا نعرفوا شكون. وهنا نحب نذكر أنه موديز مؤخرا هبطت في التصنيف نتاع 4 بنوك تونسية كبرى، والسبب الوحيد هو أن هذه البنوك أقرضت للدولة التونسية بصفة مشطة، وبالتالي خفضت لها التصنيف الائتماني نتاعها، وبالتالي باش نعرفوا شكون مسامي البنوك مهم جدا، وباش نعرفوا استعمال القرض مهم جدا، مع العلم أنه راهو بالنسبة للست قروض السابقة وقت لا جاء وقت الاستحقاق نتاعها لم يتم تسديدها وتم إعادة جدولتها وتأجيلها إلى أجال أخرى، وهذا يعطينا فكرة على مدى حدة أزمة المالية العمومية. ولكن يقول القائل علاش الدولة تلتجي إلى مثل هذه الحلول؟ أيوة. القصوى فيها مخاطرة كبيرة. هنا يجب أن نذكر أنه ميزانية الدولة سنة 23 تنص على أن الدولة تحتاج إلى قروض جديدة إضافية لسنة 23. نعم. بما لا يقل عن 25 مليار دينار، منها 15 مليار دينار لابد تجي بالعملة ومن الخارج. ثم أيضا نفس الميزانية تنص على أنه مستحقات الدين وما يسمى بخدمة الدين العمومي لسنة 23 هي في حدود 21 مليار دينار، ومع الأرقام هذه تونس لم تتوصل إلى حد الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي هي غير قادرة على تعبئة موارد مالية من الخارج. وهذا يعطينا فكرة على صعوبة الوضع وعلى معناها لماذا الدولة تلتجي إلى هذه الحلول القصوى، ولكن في نفس الوقت إذا نقول أنه لجوء لهذه الحلول القصوى يصير في غياب كامل لكل الإصلاحات الضرورية. إذا توصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أم لم نتوصل، الإصلاحات ضرورية لا مفر منها، وتأخرت كثيرا الحل في الإصلاحات وليس في اللجوء إلى مثل هذه العمليات التي فيها مخاطر كبيرة على سيولة البنوك التونسية بالعملة وعلى توازنات البنوك التونسية، التوازنات العامة، لأنها قاعدة تقرض بشكل مشط للدولة التونسية وللمؤسسات العمومية التونسية. معناها مش هذا هو الحل، على عكس البلاغ اللي خرج في وزارة المالية اللي تقول راهو هذا شكل من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط ومن حيث الكلفة زادة. والله من حقنا ربما أن نطالب وزارة المالية باش تقولنا أين الملائمة في مثل هذه العمليات وفي مثل هذه القروض.
أيضا تحدثت وزيرة المالية تقول في سياق آخر الجهود اللي تبذلها الدولة مع الطرف الراهن من أجل تحسين التشريعات الجاري بها العمل في القطاع المصرفي، وتقول وأنه مشروع مجلة الصرف الجديدة اللي تشتغل عليه حاليا حكومة سيد أبودن ممكن أنه يساهم في تحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها وبالأخص دعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وما أدراك ما الاستثمار سي سعيدين؟ أين مجلة الصرف هذه؟ مع العلم أنه البنك المركزي وعدنا في خطاب رسمي أنه في جويليا سنة 22 مجلة الصرف الجديدة تكون حاضرة وفي في 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 طور التطبيق. نحن الآن في شهر ماي 23 ومعنا حتى شيء. مع العلم أن راهو قانون الصرف نتاعنا اللي عايشين به الآن راهو يعود إلى سنة 1976. سيزدين نعم نعم أسلمة سيزدين البنك المركزي قال معناتها على لسان المحافظ باللي القانون نتاع الصرف عطاه للحكومة. دونك هو هذا اش قالوا في كونفيرونس دو بريس، قالوا في لقاء صحفي وقالك توا القانون عند الحكومة. أنا نحب نسألك حاجة أخرى، هل قانون الصرف من المفروض فيه تحرير العملة ولا ليه؟ في الظروف الحالية اللي حبيت نقوله لك، هل احنا توا في الظروف الحالية في اقتصاد حالته متردية تراجع على كل المستويات احنا زادة محتاجين باش نحرروا العملة؟ الوضع الحالي متاع تونس من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية يمنع منعا باتا تحرير العملة في هذه الظروف، ولا قدر الله لو التجينا لمثل هذا الحل فسيؤدي إلى مخاطر نحب نذكرها. رغم أنه رينا في مصر تعويم الجنيه المصري شنو صار فيه والدولار لا، وعنده سنوات عديدة من اللي مصر التجات إلى تعويم العملة، فالوضع غير الوضع تماما، يعني لا يمكن المقارنة بين الوضع التونسي والوضع المصري. شكرا جزيلا سي عزين سعيدين. وقبل ما نختم معك نرجع لك شويه على الافمي صندوق النقد الدولي للمفاوضات، هل نجم نعتبروا ان المفاوضات ما زالت في الافق كما يقولوا بعض الساده الوزراء، والا المفاوضات سيء وفيت مع الافمي؟ انا بصراحه لا اظن ذلك، ونقول لك علاش. لانه حتى الاتفاق المبدئي اللي وصلته لتونس في 15 أكتوبر 2022 يمكن أن يعتبره صندوق النقد الدولي لاغيا، لأن الظروف تغيرت بشكل كبير والمؤشرات تدهورت بشكل كبير، وربما يطالبنا صندوق النقد الدولي بإعادة المفاوضات من الصفر من جديد. حتى وكان نغيروا ربما بعض الاصلاحات حتى يزينة. متى مش اصلاح فيش يفسر لك تو يفسر لك بلي ما صارتش اصلاحات وما يفش تصير اصلاحات دونك دو كو باش يطيح هذيك. ما انت واحد معنا في ماشيين سي عزين، معنا في ماشيين كما تقول امان. ايوه تفضل. زو سؤالات مهمه جدا. هل ان السلطه التونسيه قادره الان على تعبئة الموارد الضرورية بالعملة الأجنبية من جهات أخرى لتكملة تمويل صندوق النقد الدولي إذا تحصلنا عليه؟ الجواب مع الأسف هو لا، وإذا تم سحب ورفض ملف تونس من جدول أعمال صندوق النقد الدولي في ديسمبر فهو بالأساس لهذا السبب. والسبب الثاني والمهم جدا هو السؤال المطروح منذ أكثر من سنتين، هل أن السلطة التونسية قادرة الآن ومستعدة الآن على القيام بالإصلاحات؟ نعم أم لا؟ وليس هناك جواب لهذا السؤال. نعرف أن الخطاب اللي سمعناه على المستوى الرسمي كان خطابا مشتتا بشكل كبير، الحكومة في اتجاه وتفاوضت مع صندوق النقد الدولي، ورئاسة الجمهورية في اتجاه مخالف تماما، واتحاد الشغل في اتجاه آخر مخالف تماما للطرفين وما إلى ذلك. وبمثل هذا الخطاب المشتت نحن كأننا نؤكد للأطراف الخارجية والجهات المانحة أن تونس غير مستعدة وغير قادرة الآن على القيام بالإصلاحات. شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي عزين سعيدين. نرجع لك نبدأ معك مايا تعليقك.